كانت من فيرخيل فون دايك على الصورة لاعب سابق لنادي ساوثامبتون. كان من هنالك موجود أرنولد. رائع التمريرة ورائع طلب الكرة من حمد صلاح خلف المدافعين. اللعبة من أروع ما يكون والتغطية الدفاعية وركنية ثالثة لعناصر ليفربول. شوف التمريرة من خطيرة الكرة هذه أرناوتوفي. با 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 النمساوي كاد يلعب يفعلها بالألمانيا. سلام ماركو أرناوتوفيتش في ملعب أرناوتوفيتش وزابالاتا. خطر كبير على دفاع ليفربول في هذه اللحظات، الأولى من أرناوتوفيتش والثانية من بابلو زابالاتا. كاد يسجل أول أهدافه مع فريق ليموني. يلعب على فيرمينو. ساديو ماني توغل وجد الطريق مسدود من جهة المدافع بابلو زاباليتا. حاول ماني. ساديو ماني 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 وما زال الخطورة والحارس. إمريجان لمحمد صلاح مرة ثانية، حب يلعبها مرة أخرى. الحكم المساعد لم يرفع الراية لأنه خلى الأفضلية. إمريجان أرناوتوفيتش مازال لانزيني والحارس روبرتسون يرفعها هيلة ولكنها بعيدة. لا لا في القائمة الثانية أدريان تبعها كما ينبغي وأخرجها لركنية خمسة. صلاح والكرات الداخلة يفضل يرجع للخلف. التوزيع الرائع، هذه تسديدة وليست توزيعة. كم كانت رائعة وجاءت الركنية السادسة، كانت من الصغيرة. جاء المرمى الركنية تنفذ خطيرة. جول الركنية تنفذ خطيرة وجول إمريجان يسجل الهدف الثالث له هذا الموسم عند الدقيقة 29. كثافة عددية كبيرة عند عناصر ليفربول في هذه الكرة والركنية العالية جدا. شوف الكثافة كيف وصلوا أمام في منطقة الست أمتار والتفوق هنا أمام دفاع باسيف تلقى هذه الكرة وهذه الركنية منه ميلنر. ماني يلعبها الكرة لإمريجان. بابا برايان استلمها إمريجان أمام عدد كبير من اللاعبين وسددها على طول في اتجاه أدريان. كاد يسجل ثنائية على جالس في اتجاه روبرتسون. كرة جول روبرتسون. كرة جول با 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 في القائمة الثانية محمد صلاح بالراس. اللعبة من أروع ما يكون من روبرتسون لمحمد صلاح هداف فريق ليفربول ب30 هدف في 36 مباراة، 22 هدف في الدوري والسبع تمريرات أيضا في فيرمينو. مرة ثانية يحطها في اتجاه أرنولد. مرة سلامات على دفاع ويست هام وروبرتسون يلحق عليها يرجع علي موني. باتريس ديفرا أرناوتوفيتش مازال أرناوتوفيتش با 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 رائعة. للمرة الثانية النمساوي أرناوتوفيتش كاد يباغت كاريوس. الأولى ضربت في العارضة الأفقية والثانية نجد ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وضربت في الجدار. حبي باغت مباشرة برلين يراوغ ويمر ويصارع وما زال صلاح صلاح با 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 جول. يا محمد يا صلاح يا مبدع يا فنان. محمد صلاح من كرة واحدة يصنع الفارق. ذا انجلش كينج كما يوصف من جماهير فريق ليفربول يفعلها ويسجل الجول الثاني لليفربول في الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الثاني. محمد صلاح يسجل هدفه 23 في الدوري الانجليزي الممتاز في غفلة من دفاع ويست هام. استلمها محمد صلاح بعد مجهود كبير من تشامبرلين دخل كالقط في وسط كرة في العمق خطيرة لفيرمينو. لا إمريجان كاد يفعلها او عفوا تشامبرلين. محمد صلاح فيرمينو 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 ماني با 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 ماني. فيرمينو وماني خرج تقريبا وحده. السنغالي ساديو كاد يسجل سابع اهدافه. روعه التمريره هنا. كره اخرى وانطلاقه سريعه با 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 جول.
فعل فيرمينو سجل جول. الضربة القاضية والهدف الثالث عشر في غفلة من دفاع فريق ويست هام. اللعبة من أروع ما يكون وجاء الجول. التمريرة المباغتة من امريجان كم كانت رائعة، وخروج تعيس للحارس أدريان. هاي الكرة مرة ثانية، أدريان جواو ماريو ضيع الكرة. بوياتي يوزرها من هنالك، كرة خطيرة أنطونيو. مباشرة بعد دخول أنطونيو يفعلها ويسجل جول. تقريبا أقل من 30 ثانية منذ دخوله فعلها مايكل أنطونيو وسجل الهدف الأول لعناصر فريق ويست هام يونايتد بهذه الطريقة. توقف الخطير، رائع الكرة من تشامبرلين في اتجاه محمد صلاح. المباراة صارت مفتوحة على كل شيء، على كل الاحتمالات مفتوحة. تشامبرلين سرعة ثمانية مع فيرمينو. مرة ثانية فيرمينو دخل، فيرمينو توغل. السد الرائع من منطقتهم. جواو ماريو كريسويل القائم الثاني، وارنو توفيج. الكرة كانت من جيمس كولينز في القائم الثاني، راحت فوق مرمى الحارس كاريوس. في كرة كانت صعبة وخطيرة هكذا، كرة تشامبرلين. اوه الى ماني، بابا رائع ماني. والقائم الايمن يخرج هذه الكرة ضربة مرمى. لعبة من اروع ما يكون من تشامبرلين مرة ثانية، مثل ما فعل في كرة الجول الذي سجله محمد صلاح. هو يمني معاه فيرمينو وروبرتسون وماني. فيرمينو روبرتسون، بابا جول. عندما يسجل محمد صلاح يسجل فيرمينو، عندما يسجل فيرمينو يسجل ساديو ماني. هدف السابع هذا الموسم مع فريق ليفربول، الهدف الرابع في الأنفيلد لصالح فريق ليفربول الذي أبدع اليوم بهذا الأداء وهذا الريتم. صلوا على رسول الله، على النبي صلوا، صلاتنا توصل. كويستان في أرناوتوفيتش عندي كارول أدريان ساكو أكسبانوفيت. صلاح كرة خطيرة، ماني صلاح، بابا جول. انطلق الصاروخان، السهمان انطلق الصانع، ومحمد صلاح جول. لعبة ثنائية من أروع ما يكون، صعد وينستون رايد وصعد الشيخ كواتي وصعد أنجيلو أوغبونا وترك السهمان محمد صلاح وساديو ماني. الثنائي ثنائي الريتس ينطلق في ثنائية رائعة جدا. ساديو ماني من حوالي 70 متر. صلاح هنا في هذه الركنية أرضية، وبابا جول. هدف ثاني من جوال ماتيب الكاميروني، يسجل أول هدف هذا الموسم عند الدقيقة 24 من ركنية محمد صلاح أمام دفاع يتفرج. جول ثاني في ظرف دقيقتين. ليفربول يحقق المهم ثم الأهم، الركنية الأرضية والخطأ الفادح على مستوى دفاع فريق ويست هام. يسجل الهدف الثاني جوال ماتيب، كان في الوقت المناسب في المكان المناسب أمام الكرة العالية لانزيني. بابا جول. رائع انت يا الارجنتيني على قصر قامتك، استلم كرة بالبراعة والذكاء والمكر والخداع، تمكن من استلام هذه الكرة وتسجيل هدف اول لصالح عناصر فريق ويست هام بذكاء كبير جدا استثمر فيها الصغير الارجنتيني مانويل لانزيني. شمت الكرة يا ابا شمبلين، وجول 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 وجول. في وقت كنا نعتقد بأن ويست هام سيعود، فعل تشامبرلين وسجل هدف في منتهى الروعة. نعم اللعبة في منتهى الروعة، وسجل هدف أقول عنه في منتهى الروعة لأنه جاء في الوقت الأهم، جاء مباشرة بعد أن عاد فريق ويست هام مسجلا الهدف الثالث من انطلاقة سريعة. وسقط مرة ثانية جوارد، كان على ويست هام أن لا يقحم جوارد هذا الذي تلقى 32 هدفا في 18 مباراة. فيرمينو انطلق، فيرمينو رائع، افتح له الطريق محمد صلاح، وصل على تشامبرلين. ساديو ماني
سقط ونهض، عنده الكره الى بالي محمد صلاح، استلمها صلاح وجول جول 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 جول، فعلها وختمها محمد صلاح بالاربعه. ثنائيه من اروع ما يكون، السنغالي راوغ، السنغالي سقط، السنغالي نهض، السنغالي دخل، السنغالي مرر، استلمها محمد صلاح وسجل جول رابع. وبعد كل هذا بدات جماهير ويست هام تخرج. انت لست مدرب هكذا تقول جماهير ويست هام؟ ليس انا من يقول طبعا، انهم يقولون عنك لست مدرب، يجب ان ترحل اليوم قبل الغد. تخسر امام ليفربول بالاربعه في لندن بهذا الشكل. نعم 4-1 ساديو ماني صنع الفارق. ساديو، صلوا على رسول الله، على النبي صلوا، صلاتنا توصلوا ونترفع درجة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لنستمر في عرض المزيد إن شاء الله. صلوا على رسول الله.